يا كريم يا مظلوم كربلاء ألم يربو غسله فيض الوريد وقالوا لم يكفن والسماء فيه عليه نسجنا فضافية برودي وقالوا لم يقلب والعوادي وقالوا لم يقل استحضر المصيبة كما يقول إمامك الصادق إذا هل هلال المحرم نشرت ملائكة السماء قميص جدي الحسين تصور هذه الراية هي قميص الحسين إعلان الحداد المخرق بضرب السيوف وطعن الرماح تراه شيعتنا ببصائرهم لا بأبصارهم يعني تستحضر المصيبة في قلبك يا مؤمن وقالوا لم يقل والعوادي تقلبه على حر يلا اقرأ وياي صعيدي بعد ايش عندك يا شاعر قال وقالوا لم يشيع فوق نعش كتشيع الجنائز للحود ما غسلوه هذه أبياتك يا موالي ومأجور على هالدمعة أريد أسمع صوتك يا حبيبي ويا العبرة إمامك الصادق يقول إني أحب هذه الصرخات يقول من بكى وأبكى فله الجنة ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء الشاعر سبقني الذي وفق في هذه القصيدة ذكر كل المصائب على قلب زين وتصور زينب واقفة الآن والحسين جثة حامدة ملقا على حر وجهه وتخاطبنا احنا الشيعة يا شيعة الكرار ما بكم حمية ما كان اخذت جفان رحت الغار شلت حماكم لا تدوس لعوجيه
جبت حريمة لا تروح بيسر كفة. الله الله، انت فاقد شباب عزيزين على قلبك. اسألك زينب، كم شباب فقدت؟ شو عندك يا زينب؟ رحمك الله يا ملا وعطيه. قوموا نروح الكربلة نغسل الشباب ونشيل جسم حسين ونفصل له جبال راسه يا شيعة، نهزله عن راسه اسنان والخيم نخبدها، ولا زينب ناخذ خضار. اوالي ظلت تراهن سلبة وحسين مطروح عندها عليل من ونينه يشعب الروح. حرمة بنا والي تنادي وينك وين؟ هذا مو مقبول جوابك. هالشباب هالحضور جاي تواسي الليلة الزهرة، انتهى جاي تواسي زينب. حرمة بلا والي، اي والله وياك، نادي وين وحسين بالي اليتامى صغار وكبار. اتذكر حيرة زينب تقول شلون اطلع من ارض كربلاء والحسين ملقى على حرها، شلون اقدر اطلع؟ قلبي طاوعني. ولهذا كانت تقول لو خيروني بين المقام او الرحيل لاخترت المقام بجانب جسدك يا ابن والدي. بالعزيز عليك يا زينب، لا تقول عني سافر ما ودعوني، شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني، أنا يا ليتهم بالبر وياك ودك يتركوني، لا روح حسرة مغسرة فوق. لا تقول لا تقول ما عندي جمروان، ولا تقول ايه ضيعت شباب اخوة ما تدري الشمر بعدك السوى سوى يا زينب. قالت ترى بساطة علم تونت الأول. الله الله يا زينب، تتحملين حرارة الشمس، تتحملين ضرب الصياط وانتي بجانب جسد الحسين، شا الوفا يا زينب؟ مالي غيرك يا حبيب امي الزكيه، ولك يا الجنيت خما عليا. اريد الكل ها، يا غريب الغابريه ما تتفرج علي. ابو علي مالك ادخل الشام مش بداية، اسمع اسمع راسك اقبالي ويصيد بالعين لي مثل العقيلة، مثل العقيلة ما حد تمرمر من الناس في ساعة واحدة فارقوا حسين وعباس، وعباس واحد بلا جفين والثاني
جهة العلخمها يروح بقلبك وفكرك ويا زينب. صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة هذه أبياتك وهذه حر على قلبك ها. لكن قلب زينب أحر من قلبي وقلبك. صاحت دخينك يا المقطع أقرأ وياي بالشريعة جاه الندر الدتر جفوف وويلا. صاحت دخيلك دخيلك يا المقطع بالشريعة يا هني تردي ترجفوفي بالخيام ردي للب اليتامى ايه يا الوديعة تدرون بي مقطع يميني ها يا ابو فاضل حلت مصيبة علي سمعة سمعة مو مخبول جوابك اعيد عليك يا ابو فاضل حلت مصيبة اليتامى كلها تسأل من هول الطفلة رقيه يا ابو انت حيرني شلون تدبل لو اجيك شلون امل اسمع اسمع ما ترد علي جواب يا ساق العطاش ترضى اخوك يموت مفتوت الحشاشة مقطوع راسه والترب صاير فراشة حال العزيز حسين مثل اجر وصار. تقدر على جواب العباس اسمعي اللي تنعها يقلها العتب يا اختي على العين وعلى الراس رغم العذر عتبي يا زينب على العباس بس لا تقول حسين ويلي يقلها العتب يا اختي على العين على الراس رغم العذر عتبي يا زينب على العباس بس لا تقول حسين طل جثة بالارض وتروح وبحر الشمس لا تغسل ولا نشعر